بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء عظم الله أجرنا وأجركم وأجر الكويت كلها والخليج كله والوطن العربي الأمة الإسلامية والعربية بهالفقيد الغالي فقيدنا الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عظم الله أجرنا، عسى إن شاء الله مثواه الجنة، عسى الله آمين، اللهم آمين آمين يا رب العالمين. هذا الإنسان الطيب الخلوق اللي ما قصر مع أهل الكويت وغير أهل الكويت، سواء كان في الأفراح أو في العزاء كان كله يزورنا ويجينا، رحمة الله عليه، طيب الدنيا كله فيه. والمثل يقول اللي خلف ما مات، الحمد لله، عسى الله يوفق عيالي إن شاء الله، فيصل وأحمد وكل الشيوخ الموجودين، عسى الله يصبرنا إن شاء الله ويصبر أهله وذويه على الأفراد إن شاء الله. رئيس مجلس رئيس الفخري لنادي القادسية كان يعشق نادي القادسية، كان يقعد في المنصة وكل ما حاله حال الناس، صار وزير داخلية ولي العهد وأمير، عسى الله إن شاء الله يصبرنا على أفراده.